عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. الآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. خلي السعادة عادة، ده شعار ساندرا مجدي خريجة كلية الهندسة جامعة عين شمس، اللي قررت بجانب دراستها وشغلها انها تبيع وردة على تريوسيكل من تصميمها. ورسالتها للناس انه ممكن بوردة واحدة سعرها معقول جدا او اي مظهر جمالي هنحطه حوالينا هيفرق معانا. تعالوا نعرف اكتر من خلال تقرير زميلتنا رفايدة جمال. خريجة هندسة عين شمس قسم عمارة، جيد جدا مرتبة شرف. قعدت 8 سنين بشتغل مهندسة، كنت بحضر ماجستير بتاعي وبدرس في الجامعة. بدأت القصة انه كله كان ماشي مع بعضه، بذاكر وبدرس في الجامعة وبشتغل في الورد، بس حسيت انه الورد مظلوم معي شوية، كان محتاج شوية وقت، لانه انا دايما كانوا اهلي مربيين انه لازم يبقى لك بصمة في الدنيا اللي انت فيها، انت مش هتيجي وتمشي عدد، انت لازم تسيب حاجة تتأثر في الناس، تغير حاجة، تساعد حد. فكان دايما عندي شغف انه عايزة اعمل حاجة، احس انه غيرت حاجة ولو صغيرة. جت فكرة العجلة دي لانه سعرها معقول وفي نفس الوقت شكلها لطيف، بيأدي الغرض اللي احنا بنقوله، حاجة شكلها حلو، شغل عليها مزيكا حلوة، حاطين عليها كتب لطيفة الناس ممكن تقراها وهي تشتري ورد. وما بنقولش للناس اشتروا ورد غالي ابدا، دلع نفسك بوردة سعرها معقول هتفرق، مش سعرها هو اللي هيخليك كويس او وحش، لا، اي وردة، اي روح حلوة، اي مظهر جمالي هتحطه حواليك هيفرق معاك. وابتدينا نقول ده للناس، وابتدينا نشوف قد ايه الناس مبسوطة من ده في الشارع، الناس بتقف بالعربيات عشان تقول لنا ايه ده حلو قوي اللي انتوا تعملوه ده. عايزين نكمل، عاوزين نقول للناس ادوا نفسكم فرصه تستمتعوا بحاجات ربنا مديها لكم حلوه، وخلوا يومكم لطيف عشان احنا في الاخر عايشين مع بعض، فلو كلنا متضايقين مش هنعرف نستحمل بعض.